إلى ذلك، حرصت وزارة الداخلية على تكثيف حضورها الأمني لسير العملية الانتخابية بكل يسر وسهولة، وذلك من خلال تأمين الجولة الثانية من الانتخاب النيابي التكميلي للدائرة الأولى بمحافظة المحرق. وفي إطار هذا الجهد، فقد تولت إدارات وزارة الداخلية تأمين عملية نقل أوراق الاقتراع إلى المراكز الانتخابية بإشراف قضائي، حيث تم توزيع فرق أمنية متخصصة لضمان حماية الأوراق أثناء نقلها. وتأتي هذه الإجراءات ضمن مساعي الجهات الأمنية لضمان توفير بيئة آمنة للمواطنين لممارسة حقهم الانتخابي بكل أريحية.